مساء الخير وأهلا بكم في أحوال الطقس. كان طقس اليوم مغيما بأغلب المناطق، فكثيفة سحب بالشمال مع بعض الأمطار المحلية. الريح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر كان مضطربا فقليل الاضطراب. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت بالعاصمة 22 درجة، 23 درجة بنابل، بنزرت 22 درجة، سوسة 24 درجة، 22 درجة بسليانة، القيروان 24 درجة، وسيدي بوزيد 23 درجة. التوقعات الجوية اليوم الثلاثاء: سحب كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط والجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا فقليل الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، بداية أسبوع ممطرة ومغيمة مع سحب رعدية بالجزائر وطقس مشمس مع سحب عابرة ببقية البلدان. ودرجة الحرارة تكون القاهرة 27 درجة، 23 درجة ببنغازي، طرابلس 27 درجة، الجزائر 16 درجة، والرباط 24 درجة. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، حرارة منخفضة، رطوبة معتدلة وأجواء مشمسة مع سحب قليلة بأغلب بلدان الخليج، كثيفة ببغداد والكويت. ودرجة الحرارة تكون الرياض 30 درجة، 37 درجة بمكة المكرمة، صنعاء 24 درجة، 32 درجة بالكويت، بغداد 29 درجة، والقدس 21 درجة. مروا إلى أوروبا، حرارة شديدة الانخفاض، طقس مشمس مع سحب قليلة بإسبانيا والبرتغال، وأمطار غزيرة مع سحب رعدية وسط القارة. أما روسيا وأوكرانيا فتشهد درجة حرارة تحت الصفر، ودرجة الحرارة تكون بوخارست 4 درجات، بودابست 5 درجات، روما 15 درجة، بروكسل 12 درجة، باريس 13 درجة، 14 درجة بمارسيليا، وبرلين 5 درجات. وصول إلى شمال أمريكا، أجواء ممطرة بالكيبيك ونيويورك مع سحب كثيفة ببقية المناطق، ودرجة الحرارة تسجل موريال 12 درجة، واشنطن 15 درجة، وسان فرانسيسكو 23 درجة. التوقعات الجوية للأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب كثيفة مع أمطار بأغلب مناطق البلاد، الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، البحر يكون مضطربا. أما درجة الحرارة الثلاثاء بين 14 درجة و 24 درجة، الأربعاء بين 16 درجة و 24 درجة، ويوم الخميس بين 15 درجة و 23 درجة. غدا الثلاثاء 15 من نوفمبر يكون الشروق على الساعة 6:57 دقيقة والغروب في 5:10 دقائق. صوت الشروق أرسلتها لنا سارة موسى من عين دراهم، أما صوت الغروب فتصلنا من بن قردان لسهام جراي. أوقات صلاة اليوم الغد تكون كالتالي: الصبح في 5:28 دقيقة، الظهر منتصف النهار و 11 دقيقة، العصر في 2:50 دقيقة، المغرب في 5:12 دقيقة، أما العشاء في 6:40 دقيقة. ننتظر تفاعلكم عبر انستغرام التاسعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.